تنشأ غالبا هذه البيوت لتربية الدواجن، لكن في هذه الوضعية تحتضن تجهيزة مشروع شاب استفاد من دعم أونساج ببلدية شلغم العيد بولاية ميلا، يقول بأنه لم يعد قادرا على المضاراة. مارس النشاط تاعي في سيرة تاع كان خويا يستعملها للدجاج، الدجاج الابيض تاع اللحم اللحوم البيضاء كما نقولوا. وليت اذا حكمت انا عليه هو نحيت له باش نخدم فيه ناكل فيه الخبز كما نقولوا. الخبز ما نلحقلاش بها يا خويا. فاروق كانت بدايته كأغلب الراغبين في إنشاء مؤسسة مصغرة، وهو الحاصل على شهادة كفاءة مهنية في التجارة المعمارية ودورة تقنيات تسيير المؤسسة من أونساج ذاتها، لكن واقعه متغير تماما. دارت الأونساج أنا بوسيت دوسيتي 2011 وكريت الكراج في 2012 2013 وسلكت كونترا ثلاث سنين باه زيت الماتريال في 2017 حتى مات الكونترا باش يعطوني الماتريال، فهمت كيفاه؟ تسمى كيعطوني الماتريال الكونترا ميتة والماتريال المونطون الماتريال زادوا لي من فوندرو الماء هذاك زادوا لي منه. يصارع اليوم المتفائل فاروق بأن يتغير حاله أمام المتغيرات الحاصلة على عدة أصعدة مع تكوينه لأسرة صغيرة. عندي الأولاد، عندي زوج أولاد طفيلة وطفيل صغار يقراوا في واحد في السنة الرابعة والآخر التحضيري، وشديت نوسع المشروع تاعي بصح ما قدرتش يا خويا، ما قدرتش لوكال ما عنديش، فهمتني؟ لوكال ما عنديش، ما نحوس كون تعاوني الدولة بلوكال. المتميز في هذه الوضعية رغم الصعاب والمعوقات وصعوبة الميدان أن المستفيد من دعم أونساج لم يبع التجهيزات، وأمله أن يحقق النجاح.